السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع جديد في الترانسبورتيشن، وهو الهوريزونتال كيرف فورمولا أو المعادلات المستخدمة في تصميم الهوريزونتال كيرف. يعني في ممكن أعرض سبب واحد بس يخليني وأنا بصمم طريق أعمل هوريزونتال كيرف. لو أنا عندي ده، المفروض كان مسار الطريق اللي أنا بصممه، ولكن عند نقطة هنا لو أخدت فيها كروس سيكشن، الحتة دي عبارة عن وادي، فمش هعرف أمشي فيه الطريق، وبرضو مفيش داعي إن أنا أعمل كوبري يربط النقطتين دول ببعض. فأنا بعمل هوريزونتال كيرف، بيربط الطريق، ويبقى ده الطريق الجديد بتاعي، ويبقى انا بعدت عن منطقة الوادي، وده شكل الهوريزونتال كيرف مثلا، بقى شكله كده. الهوريزونتال كيرف ليه فاكتورز معينة بتدخل في المعادلات بتاعته. الدي اللي هو الديجري اوف كيرف او درجة الكيرف كام، البي سي ده البوينت اوف كيرف اللي هي بداية الكيرف، والبي تي دي نهاية الكيرف، والبي اي اللي هي تقاطع التانجنت اللي بيوصل من البي سي للبي اي ومن البي تي للبي اي. ده عند التقاطع هي البي اي او البوينت اوف انترسكشن. الاي دي الانترسكشن انجل، وبتتسمى في بعض الاحوال دلتا، بس غالبا بتكون الاي. ال ده اللينث اوف كيرف، طول الكيرف كام، ده ال على سنتر لاين الكيرف. يعني لو اعتبرنا الكيرف ده عبارة عن مسطرة، طول المسطرة ديت وهي منحنية كده هي ال L، مش ده، ده اسمه ال LC. ال T التانجنت اللي احنا قلنا عليها، ال E اللي هي ال External Distance اللي هي المسافة من البوينت التوب بتاعة الكيرف للبي اي دي الاي، والام اللي هي الميدل اوردينيت اللي هي برضو من التوب لغاية الخط الواصل بين البي سي والبي تي دي الام، الار الراديوس، ال سي اللي هو الطول اللي واصل ما بين البي سي والبي تي اللي هو length of long cord، والسي ده length of sub cord اللي هي الحتة دي باعتبار ان ده جزء من الكيرف، والدي angle of sub cord اللي هي ديت، وال الكيرف لينس فور سب كورد اللي هي الجزء الصغير الكيرف لينس اوف سب كورد. اللي هو ال الصغير ده اللينس اوف سب كورد كمسافة. يعني لو انا كبرت الحتة دي كده هلاقي ان انا عندي الكيرف كده، وعندي نقطتين كده، ده السي اللي هو اللينس اوف سب كورد، ودي الدي، و ده اللي هو اللينس اوف سب كورد اللي هو ده، تمام؟ بس هو مش موضح، هو يعني مكتوب.
تعالى ناخد أمثلة على الموضوع ده. ونوعية الأمثلة إن هو بيديك بارامتر وبيطلب بارامتر، وبيبقى مربوطين بمعادلة من المعادلات بتاعة الهوريزونتال كيرف ديت. المثال الأولاني بيقول لي a circle curve has a long chord length. long chord length يعني ال LC ب 200 feet and intersection angle. ال intersection angle اللي هي I ب 20 درجة. what is the most nearly radius of curve؟ اللي بيربط لي المعادلة اللي بتربط لي ال LC بال I هي المعادلة ديت، وبتقول ان ال R هما هو طبعا عايز ال R، يعني ال R من ال LC ومن ال intersection angle اللي هي 2 ساين اي على الاتنين، تمام، بتساوي 200 على 2 ساين 20 درجة على الاتنين، يعني هيساوي 575.88 فيت، وهو ده الراديوس بتاع الكيرف. تقريبا الإجابة سي، الإجابة دي أقرب، 580 575 يعني 580. الإجابة سي. مسألة كمان What is the most nearly the curve length of horizontal curve with a radius radius 2080 feet 2080 feet وال intersection angle ب 60 degree، وهو زي ما قلنا عايز ال length curve اللي هو L. احنا عندنا ال L من القانون ده بتساوي ال R في ال I باي على 180، يعني هتساوي ال R ب 20 80 في ال I ب 60 درجة في باي على 180. الكلام ده هيدي لنا 2178.17 فيت، يعني تقريبا 2200 فيت. الإجابة سي. على فكرة قوانين طبعا ديت، القوانين دي مستنتجة من العلاقات الرياضية في الشكل الهندسي دوت، بس احنا مش فاضيين بقى ايه نستنتج، احنا نحط قانون ونحل على طول. مسألة ثلاثة بيقول لي a horizontal curve has an intersection angle، يبقى عندي ال intersection angle ب 12 درجة and curve radius ال r 1700 feet. What is the most nearly tangent distance؟ ال T يعني ال tangent distance. اوكي، احنا عندنا ال T بتساوي من القانون ده ال R tan I على الاتنين، تمام، يعني ال T على فكرة الـ هو بيقول لي ان الـ i 12 درجة
و24 دقيقة، بس هي مش واضحة هنا. ولا لحظة، تعال احنا نحسب ديت. طيب الأول الار تان اي على الاتنين، يعني الار بكام؟ ب1700. تان الاي ب12 على الاتنين، الكلام ده هيساوي 178، يعني تقريبا 180. الإجابة سي. المسألة اللي بعد كده هي تقريبا المسألة اللي قصدي عليها. المسألة بتقول a freeway road a horizontal curve a BI، ال BI بتاعته عطيني الاستيشن بتاعتها ب11 بلس 0 1.86. في حاجة مهمة تعرفها، ان الاستيشن الواحدة يعني الوان ستيشن بتساوي 100 فيت، ده غير عندنا احنا بنشتغل بالألف. هما عند الأمريكان الوان ستيشن 100 فيت، يعني ممكن نقول ان بي اي دي، بس لما تيجي تشتغل على الستيشن شيل علامة الزائد واكتب الرقم، يبقى 11 01.86 فيت. طيب البي دي البي اي تان انترسكشن انجل الاي بتساوي 12 درجة و24 دقيقة. الراديوس، الراديوس ب1760، عايز يعرف البي سي لوكيتد فين، يبقى هو عايز مكان البي سي فين. طب احنا عندنا الستيشن بتاعت البي اي، لو طرحناها من التي يبقى هيدينا الاستيشن بتاعت البي سي. يبقى الفورميلا اللي احنا عايزين نعوض فيها ان البي سي ستيشن بتساوي البي اي ستيشن ناقص البي سي، لان البي سي نقطة الستارت. لو كنا بنتكلم على البي تي كنا ضفنا عليها التي، تمام، بس كنا اشتغلنا على اللينس اوف كيرف، يعني حسبنا البي سي وحسبنا اللينس اوف كيرف وكذا وجبنا البي تي، وما كناش ينفع نضيف التي. في تريكة هبقى اقول عليها المسألة ديت في الجنرال ريفيو. طيب احنا تعالى نحسب بقى التي. التي بتساوي الار تان اي على الاتنين. في طريقة بسيطة تقدر تحول الاي دي اللي هي بتساوي 12 درجة و24 دقيقة لديسيميل، ان انت على الآلة تحط 12 درجة و24 دقيقة وتقول له يساوي، وتقول له اس دي واس دي تاني، يعني دي معناها 12.4 درجة، تمام. يبقى الار 1760 تان 12 درجة و24 دقيقة على الاتنين، يبقى التي بكام؟ التي هتطلع ب191 واتناشر اتنين من عشرة فيت. يبقى معنى كده ان الستيشن بتاعت البي سي ستيشن هتساوي ال 1101.86 اللي هي البي اي بالفيت ناقص 191.2 بالفيت، هيديني 910 فيت. عايز احولها لستيشن اقسم على 100. انا عندي الستيشن الواحده 100 فيت، يبقى دول كام ستيشن؟ يعني 9 ستيشن زائد كام؟ زائد 10 فيت، تمام.
الإجابة إيه؟ المسألة اللي بعد كده: horizontal curve has an intersection angle i ب 26 درجة و12 دقيقة and curve radius الراديوس بتاعه 1150. What is the most nearly external distance اللي هي ال e؟ احنا عندنا القانون بتاع ال e بيساوي ال r واحد على كوزاين اي على الاتنين ناقص واحد، يعني هيساوي 1150 واحد على كوزاين الاي على الاتنين، هنحولها لديسيمل هتبقى 26.2 على الاتنين ناقص واحد، يبقى هيساوي 73 فيت، يعني تقريبا 31 فيت. الإجابة ب. آخر مسألة معانا: بيقول لي هو اعطيني كيرف نوت سكيل، وبيقول لي اصاب كورد ديفليكشن 9.9، يعني الزاوية دي اللي هو معلم لي عليها ما بين الخط ده والخط ده 9.9، تمام. يبقى الزاوية دي كام؟ يبقى 9.9 في 2، ده في الزاوية دي ب ب ب from mass يعني. if the curve radius، اعطيني بقى ال r ب 800 feet. what is the most nearly the sub length of sub chord ال length of sub chord اللي هو موجود اللي هو سي. اوكي، اللينس اوف سب كورد اللي هو سي، السي بيساوي اهو موجود هنا حتى تعريفه اللينس اوف سب كورد، السي بيساوي 2 ار ساين دي على الاتنين، تمام، حيث دي اللي هي الزاوية بتاعت السب كورد بالكامل. طيب يبقى السي هيساوي 2 في الار ب 800 ساين الدي على الاتنين، يعني بكام؟ يعني الكلام ده على الاتنين، يبقى 2 مع 2 يعني بكام؟ ساين كام؟ 9.9. الكلام ده هيطلع بيساوي 275، يعني تقريبا 280. الإجابة دي. إن شاء الله المحاضرة القادمة هنتكلم على الفيرتيكال كيرف فورمولاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.